إذن هناك الاستعداد بهذه اللحظات المتميزة، ولكن نتابع الأخوة الذين يشاركون بهذه الرياضة، مروان بعبد الرحمن بن محمد الذي شاركنا بهذه اللحظات، ونتمنى له التوفيق. محمد بن سعيد بن خلفان الظهري كذلك، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الأول الذي حمل بعنوان هذه التحديات. نسير مع بداية هذا الشوط، نتعرف إلى هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله، أسماء عديدة تشارك، أشعارات جميلة. الله، بعود إلى الصدارة، بعود إلى البداية. بسير مع الأول، أتابع من يحمل رقم خمسة، من تحمل هذا الشعار، أو هناك حامل رقم ثلاثة. إذا نعود إلى المركز الأول، نتابع الصدارة والانطلاق الأول. محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري من يتولى الانطلاق الأول. أما المركز الثاني، الغدوم، يا سلام، جمع بن خاطر الجنيبي قادم على المركز الثاني. أما المركز الثالث، الله 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 الله، حامل رقم تسعة، حامل رقم تسعة تتسلل إلى هذا المسار الجميل. الله عليك يا سيف يا بن حمد يا الشامسي الذي انطلق إلى المسار الثالث، ولكن وين الأول؟ وين الإنجاز؟ الله، هنيالك هنيالك. هناك من ينتظر الفائز، هناك السيارة، السيارة المقدمة من سيدي سمو الشيخ سلطان. هنيالك، ستصافح هذه البداية الكريمة. الله الله الله، العودة، العودة إلى البداية. راغب الصدارة، راغب الصدارة، شخصية شخصية، اسمها شخصية، وبالفعل انها على الانتصار الاول. الله، اذا بنقول هناك محمد بن سعيد بن خلفان الظاهري، ولكن دير بالك، دير بالك يا الظاهري، دير بالك. إذا نتابع، نتابع المركز الثاني، محمد بن شفيع ابن محمد بن إبراهيم على المسار الثاني. الله يا المسار الثالث، الله يا المسار الثالث، سيف بن حمد بن خلفان الشامسي، ولكن ولكن الصدارة منذ بداية هذا الشوط، السيطرة واضحة، السيطرة جميلة. دير بالك، دير بالك، دير بالك يا أبو سعيد يا أخوي، دير بالك، السيارة تنتظر، السيارة تنتظر الفايز الأول، تكفوا مع الانجاز على المحافظة لهذه المتابعة. ولكن المركز الثاني يحمل رقم سبعة بالمتابعة، جمع بخاطر بن فايل الجنيبي، وصل الجنيبي، وصل. دير بالك، دير بالك، دير بالك يا يا الظهري، دير بالك. ولكن الظهري خلاص ظهر بالانجاز، ظهر بالسيارة. أوبو، يا سلام يا سلام يا سلام، اقتربنا، اقتربنا من خط النهاية. الله عليك، شكرا، شكرا للمتابعة، شكرا يا ابو سعيد. محمد بن سعيد بن خلفان الظهري، تهانينا. إذا بنقول تهانينا وناموس بالمركز الأول على ما أعتقد حاملة رقم ثمانية بالمركز الأول، تهاني لعامر بن محمد بن هاشل المنصوري الذي سجل هذا الإبداع الكبير في اللحظات الأخيرة، تعرفنا عليه بالفعل وحصد الإنجاز الجميل، تهانينا. أما المركز الثاني كان تهانينا وناموس لجمع بخاطر الجنيبي، والمركز الثالث إذا تهانينا وناموس الذي حصل على المركز الثالث، التهاني والناموس لسيف بن حمد بن خلفان بن سيف الشامسي الذي كان هو المتابع للمركز الثالث.